بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. نتكلم فيه على منظومة الكالسيوم وجزئية هامة جدا وردتني في هذا السياق. يقول السائل: عملت فحص للكالسيوم وجدته طبيعي بل بالحد الأدنى، ولكن في نفس الوقت قال لي الطبيب المعالج أن لدي نسبة عالية من الكالسيوم سببت لي تكلسات. فأنا مش فاهم إيش الحكاية، كيف نسبة عالية من الكالسيوم وسببت تكلسات، أو هذه التكلسات سببها الكالسيوم الزائد، والتحليل يقول أن الكالسيوم في الحد الأدنى من الطبيعي، بالرغم أنه عملت هذا التحليل في أكثر من مختبر وكانت نفس النتيجة. بالطبع هذا السؤال بالنسبة لكم وأكيد له محير، ولكن حين ننظر إلى دقائق الأمور ونتعرف على أسباب الحقيقية وراء هذه التكلسات تزول هذه الغرابة إن شاء الله. الآن مما لا شك فيه أن التكلسات هي فعليا سببها إيش؟ إنه زيادة في الكالسيوم، ولكن أين هذا الكالسيوم؟ هو إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه هذا الشخص تناول الكالسيوم وتناول مصادره وملتزم بالوصفات كما قال في الحديث، ولكن لا يوجد لديه امتصاص صحيح لدى الكالسيوم، فهذا أدى إلى تسريب في نسبة الكالسيوم، تمام، إلى وين؟ إلى الدم. حين فحص الكالسيوم الكلي الموجود في العظم وجدوا في الحد الأدنى، هذا الآن موجود، ولكن القصة لم تبدأ الآن ولا تبدأ بالأمس ولا الشهر الماضي كمان، القصة من زمان، على الأقل 3-4 أشهر في هذا الموضوع، وهو لم ينتبه إلا أن بدأ الألم أو هذه التكلسات تظهر بشكل واضح وجلي. في أن لدينا سبب آخر غير موضوع الامتصاص. قد يكون بعض الناس يتناولون أصناف مكتوب عليها أنها مدعمة بالكالسيوم، وصراحة أنا لا أفضل أي صنف مدعم، هذه عبارة تشويقية ترغيبية، ولكن أنا شخصيا ضدها ولا أرغب أي صنف مدعم، لأنه من الأجدر أني أبحث ليش هذا الصنف لم يستفيد منه الجسم وأحل المشكلة وأخذه من مصادر طبيعية وبالتالي بتنحل المشكلة بدل ما أخذ هذا. الآن الأصناف المدعمة تحديدا بالكالسيوم لها طبعا طريقة صناعة مختلفة، طريقة كالسيوم أو نوع كالسيوم مختلف تماما عن الأنواع اللي إحنا ذكرناهم سابقا، وهذا طبعا ما لهش علاقة لا بموضوع هرمون جذر رقية ولا غيره ولا غيراته، كأي شيء مصنع يعني بدب كده بالجسم بيعمل عمله مؤقتا إن عمل وخلاص. لما تتلاقى مصادر طبيعية مع مصادر غير طبيعية ويكون عندي خلل في كمان امتصاص او خلل في غدة درقية او هرمون جذر درقية او ما شابه، طبعا بصير عندي تسريب كما ذكرت، وتبدأ مشكلة التكلسات تظهر بشكل كبير. المرارة لها دور، الكلى لها دور في هذا الموضوع ايضا، وكثيرة هي الاسباب. اذا القصة ليست بالمطلق أنني أتناول مصادر
كالسيوم أو غذائي غني بالكالسيوم كثيرا. هذا اللي بدي أوصله، مش لأنه والله باكل أجبان كثيرة ولا باكل سمسم كثير ولا باكل بصل إيش كثير، لا لا لا، موضوع مختلف تماما. طيب كيف بدي أطلع من هذا المأزق؟ كيف بدي أحل هذا الموضوع؟ حله بسيط ولا أبسط من ذلك. أول شيء كنوع من إعادة ترتيب الجسم، لأنه لازم نعيد ترتيب الموضوع شوية وأعيد خلي الجسم يشوف بشكل جميل هذا الكالسيوم ويستفيد منه بالاتجاه الصحيح. أول شيء بدي أتوقف عن تناول كل المصادر المدعمة للكالسيوم، أي صنف تاخدوه مدعم للكالسيوم أو مكتوب عليه مدعم بالكالسيوم، كالسيوم فيتامين د إلى آخره، كل هذا يجب أن يتوقف. تمام؟ إذا أنا بتناول مصادر كالسيوم بالفترة الصباحية أو فترة الظهيرة، يعني أكثر من تناول مثلا الأجبان الصفراء في الفترة الصباحية، بتوقف. تمام؟ ليش؟ لأنه أولا مش موعدها، قلنا هرمون جلد رقيق يعمل مساء. تمام؟ فبحاول أني أتوقف وبختصر تناولي لهذه الأصناف بتواضع، يعني مرتين ثلاثة بالأسبوع يكفي في الفترة فقط من المسائية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بدنا نجيب خل العنب، وأنا دائما من أنصار خل العنب مش خل التفاح. تمام؟ ويعني هو الذي ورد ذكره في القرآن، وهو الذي فيه فوائد أكثر ومعادن أكثر واستفادة إن شاء الله أكثر. المهم أيا كان، خل العنب انت وفر أو خل التفاح انت وفر، ملعقة صغيرة في كأس ماء. تمام؟ كأس الماء عبارة عن 150 ل 200 مل، ونتناوله بعد الوجبة الغذائية، بعد الإفطار وبعد الغداء. بعد الإفطار وبعد مين؟ الغداء. بعد العشاء مش هناخده، لأن ما بدي المصادر اللي كويسة تروح، أنا بدي اللي مش كويس، أنا بدي اللي برا بدي أتخلص منه. رقم ثلاثة، ليس بعيدا عن خل العنب، وهو الفيتامين سي. يعني لو شربت مثلا عصير كيوي برضو ما بين الإفطار والغداء في الفترة الصباحية هذه، بعد الغداء بساعتين مثلا شربت عصير الكيوي، عصير جوافة، بكون كتير كويس. هيك أخذت مصدر من مصادر فيتامين سي. كل قصتنا هذه أسبوعين فقط لا غير، في خلال أسبوعين الجسم يعيد ترتيب نفسه بهذا الأمر. بديش أنسى موضوع الإنزيمات الهاضمة، تكلمت عنها وإن شاء الله كله حيكون في صندوق الوصف ضمن قائمة تشغيل كاملة من يوم ما بدأت أتكلم عن البنية التحتية للمفاصل والعظام، وحتى نستفيد استفادة كاملة متكاملة في هذا الموضوع. وإن شاء الله بعد أسبوعين هتلاقي إنه لا أثر لا لوخز ولا لنخز ولا لأي مشكلة في قضية التكلسات، وتكونوا أنتوا جميعا إن شاء الله 100%. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.